الحقيقة بأن الحوثيين هم دائما يحاولون يعرقلون أي عملية أو أي تقدم أو أي لمحاولة اختراق جدار الأزمة السياسية في اليمن وإنهاء الحرب في اليمن. مسألة اغتيال جواس والقادة العسكريين والسياسيين في الجنوب هي تعد من قبل عدة مستقبل. أنا أعتقد ليس لها علاقة بمشاورات الرياض، لأنها حاولت الكثير وتحاول الميليشيات الحوثية أن تصفي القيادات العسكرية المؤثرة، فهي منذ 2020 حاولت واغتالت الكثير بذات العملية وبذات الطريقة وبذات حتى لم يسلم منها الصحفيين. هناك أيضا الإدارة الأمريكية قبل نهاية فترة ترامب تحدثت بأن القاعدة أصبحت متواجدة في إيران والقيادات، وهم وأيضا أرسلت إليهم العديد من الأسلحة، ومن هناك أيضا إلى شباب الصومالية، حركة الشباب الصومالية. أيضا هناك حصل التقادم وأنشأوا مكاتب مركزية في صنعاء، وعين الحوثيون قيادي في تنظيم القاعدة يدعى عارف مجلي وكيلا لمحافظة صنعاء، في ضمن إطار التقادم بين جماعة الحوثي وجماعة والقاعدة. الهدف منها هو زعزعة المناطق المحررة واغتيال الخصوم السياسيين والقادة العسكريين المؤثرين. عندما الآن نتحدث بأن هذا له رابط بالعملية أو بالمشاورات السياسية في الرياض، أنا لا أتوقع أنه له علاقة في ذلك، ولكن هناك عملية حوثية تريد أن تصفي كل القيادات العسكرية والسياسية، تريد أن تبقى وحيدة.